السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا السافي. حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين. قعدت اشاور وايد والله. الحين ببدا مشروع اللي هو المطار الدولي، بس ابى يكون مشروع المطار مشروع جامد، وكنت ابى احطيه في المكان هذا، بس الحين قاعد اتشاور لان امتدادي الخريطة بيكون مش من هني ولا من هني، امتدادي في الخريطة راح يكون لهالاتجاه، ابو مدن ضخمة هني، المدن الضخمة نفسها هني تكون، يعني مدن نفس مش نفس هذا يكون احسن، بس شو ابو احطيه في الوسط المطار، ابو يكون مكان ما هنا، ويكون على هاي واي، ويكون على اوكي على شو بعد، ابو هالهاي واي الثاني مشكلة لازم اوصله بعد مكان ثاني، بس بسيطة. بسوي لكم حلقة لو اني تعبان، لكنكم تمون تطلبون سيتي سكاي لاين وما بردكم. بسوي وصلة من هني وهذا من هني، فقد بحط الانترناشنال ايربورت في مكان هنا راح يكون ضخم. ايربورت لازم، شو اسوي؟ بيكون هذا لحظة مرتفع عن الأرض هني، يا والله مرتفع عن الأرض. انزين بس ليش مرتفع؟ المفروض ما يكون مرتفع عن الأرض صح؟ المدة اللحم شغالة أوكي، عندي مشاكل لكن مو بمشكلة، لكن آخر مرة وفرنا مترو لو تذكرون، والمترو موضوع صعب. شوفوا كم يشل، وفر علي زحمة بلاوي، وفر علي وايد زحمة المترو الصراحة، حتى الشوارع قامت تتنقل، الناس يستعملون المترو أسرع مختار. في حد ذكر لي قبل، أنا شفته من فترة، أن الخط القطار مخرب الشكل، والله أنا بسوي عليه بعض التعديلات، أغير شكله، بس أبى أسكك قطار وين ما أروح. هاي واحدة من الشغلات كان ترانسبورت فيبر. مهم قررنا هني نسوي مطار جميل، لازم مطار، الوضع ما غير مطار ما ينفع، مطار دولي، مطار هني المدرج بيكون الاتجاه الثاني، بتكون الخدمات لها الصب. مطار شو محتاج؟ يلا سمي بالله حطيكم مطار دولي. مطار دولي وينك يا مطار؟ تقريبا في الوسط هذا نحط المطار، ثم نبو مي اهم شيء، اعرف هم بيطلب مني مي، اتمنى اركب على فكرة، اتمنى يكون اركب حلو نركب. مطار دولي، مطار كبير، مترو لازم نلاقي حق الكحة. ايوه مطار الدولي مو بيكون بهالحجم هذا، مطار الدولي بيكون حجمه شوي اكبر، لازم خلنا نشوف مطار دولي، يعني بيكون عندي مدرجات بس هذيل اللي داخلين. افا افا يا صديقي، ايوه دشينا في المعمعة، مو مشكلة عادي اذا ما بيتدمر هذا مطار، كنت منزل لنا حبة انا للاسف مش منتبه. هذا الدخول للمطار، الخروج من لحظة ليش دخول هني؟ ليش دخول المطار هني؟ بسوي دخول المطار من هذا الاتجاه، هذا دخول المطار،
لازم تذكرون ان ايربود سيو لازم يسوي شيء مشابه. ما ادري اذا شفتوا المسلسل بحث موجود عندي يعني. اوكي مو مشكلة عادي. وطلع من المطار مهني بتكون الطلعة شوي مهمة. انا ما بقى مهني يدخلون بصراحة مشكلتهم يعني. جماعة الخير شو ترتيب الكحة؟ والد وكحة الصراحة والد وكحة من الخاطر يبقى لدو كحة. وهني اصطفاف الطوابير يدخلون من هني لكن ما احصل لي نفسات سايت الخريطة هني ما يخليني. ها لازم يكون على الامتداد في المبنى الاساسي نفسه مر محطي. لحظة شوي خلينا ناخذ القطعة هاي. زين المطار عبارة عن مدرجات صح ولا لا؟ بنسوي له مدرجات سمبل سمبل مدرجات سمبل. هذا بيطير واحد اثنين هالطيارة اللي بتطير اخليها شوي ابعد كل فاصلين بعد هالطيارات اللي بتطير من هني. خلي مدرج ثلاث طيارات تطير. حلو صبر هذا وايد طويل. وابا الطيارات اللي تهبط بس ما يستوي. لحظة كيف يهبطون والناس تطير؟ يعني واحد بيهبط لي من هني وبيطيرون عكسهم بيكسرون الدنيا بيكسرون العالم مو يستوي صح؟ شفتوا كيف؟ هني يبدأ حتى إذا بيطيرون نفس الشيء فالهبوط لازم يكون بعيد. لا الهبوط بيكون بعيد بيكون بعيد ما عليكم الهبوط بيكون بعيد. هذا الهبوط بيكون هني هبوط في هذا معاكس ما على بادر الحين. ثلاث اربع الطريقة هاي خلنا نجرب هذا. شوف هذا مهبط هذا مهبط عالمي الصراحة يعني مهبط طبيعي مهبط عالمي بعد. بس اذا ابى اسوي لهم درب هاي يكفيهم الدرب هذا ولا ما يكفيهم؟ اتصور المفروض يكفيهم نبي يصطفون بالطريقة هاي. ما اتصور مطار انا دولي عالمي بيكون بهالشكل هذا مو صدق. بس انا احس انها جميل ان يكون عندي مطار بالحجم هذا. بس الناس بتطير هني وتمر من قدام هذيل احس مو بصح يكون غلط. ما يستوي يمر من قدامهم صراحة. صبر بسوي معاكس. الموضوع عبارة تكتكة لأنه يصطفون نحطي لنا هني نسوي هذا المهبط بالعكس الناس بتطير طيار بتي هني بتطير. اوكي الطيار اللي بتهبط بيهبطون هني
شوفوا تهبط وتهبط وين؟ هني تنزل المطار من هالدرب هذا. الحين شوي منطقي أكثر نكون عندي مهبط، شوي بيكون منطقي أكثر. أوكي بشيل هذا المدرج من قدام. أيوة الحين شوي أحس بيكون منطقي أكثر، لأنه خلينا ننزل بالطريقة هاي، ننزل بالطريقة هاي. يروحون وين؟ نشوف، ينزل 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 ينزل، يروح هني يدخل بالمطار من هالدرب هذا. بس هذا تقاطع واحد، تقاطع واحد بيسوي لنا شوي أزمة. تقاطع واحد ما ينفع، بسوي تقاطعين، تقاطعين بيكون أفضل وايد. طيارة هني تروح، طيارة هني تروح، طيارة من هني تي 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 طيارة بالطريقة هاي، ويروحون لين المطار، بيدخلون المطار ويسوون يوتيرن وين؟ من هذا المكان هذا. شوفوا هذاك اليوتيرن مالهم اللي بيوقف في المطار هني، واللي بيوقف في المطار هني بيرد يطلع مرة ثانية من هالدرب. هالدرب شوي طويل عليهم بس اتس اوكي، اي ثينك اتس اوكي. بس مطار يعني الصراحة مطار، شوف شكله مفك كيف كيف قايل. لحظة عدل المطار من هني، ليش ما اسويه بهاي؟ هي الحين احسن وايد وايد احسن وايد افضل. هذا بداية المطار، بس تكلمون عن مطار ضخم شوية، مطار فيه حجم، مطار فيه ناس تي، مطار ناس تروح، مطار تسوي بلاوي المطار هذا. بالشارع اللي هني نبغى الشارع هذا يكون لحظة، المطار بيكون شارع عن شارع شوي قوي يعني، حتى بوشير انزين، حتى شير حتى واحد هني بعد شوي حبة فوق 8 يونتس، ونحطي هذا هني. هذا دوار المطار بالداخل، داخل دوار المطار، نيب درب ثاني ايوه درب ثاني هني، مو بمشكلة. هذا بوابة المطار. طبعا في الموضوع بيكون في هايوي، هايوي هنا موجود، بنحطي الانترسكشن عقب ما عليه، مو مشكلة، هذا مو مشكلة، بنسوي الانترسكشن عن على هذا الطريق. مطار كبير ترى على فكرة، أكبر من المدن، لكن المطار يباله مساحة ومدرجات، مطار يبالي مساحة ومدرجات، مطار صديق للبيئة، نبغى كل شيء عندي صديق للبيئة، ما أبغى إنتاج كهرباء. عندي مساحة كبيرة والله ألعب فيها يعني، أحط
اعطي هذا الاتجاه. اظني معظم السولرز في اللعبة انا حاطنها بنفس الاتجاه، اتجاه واحد. السولر دائما يعتمد على الشمس، وين بيكون اتجاه الشمس. فاذا انا مسوي اوريدي اتجاه شمس مكان، خلنا نحافظ على نفس الاتجاه نفس المكان، بيكون ممتاز. على اساس انه بيكون اتجاه الشمس لذاك الاتجاه مو باتجاه ثاني. هذا بيوفر لنا سياح، بيوفر لنا دنيا، بيوفر لنا وايد شغلات، وايد امور بيوفرها. فنان السولار بس يبغى له رصة ثانية بعد، اساس انه يعبيه شوي، بيكون شيء رائع قمة الروعة. اوكي شكله جميل الحين، بيكون شكله حلو. عنده زبالة، عنده دنيا، براية مو مشكلة، خليه يرتاح. المهم هذا وقت الحلقة، هذا كان تدشين المطار، بدايات المطار يعني. بكملها ان شاء الله الحلقة الجاية، مو طول وايد الحلقة. المشروع هذا يبغى له شوي وقت، ويمكن اغير مهبط، اغير شيء، اسوي شيء. بكمل مشروع المطار في الحلقة القادمة باذن الله. اتمنى تكون عجبتكم سالفة المطار، وشوف تحت شو بتكتبون، اكتبوا افكاركم، خذوا راحتكم. مرات انا اعدل، اسوي، اضبط على اساس افكاركم. فلا تترددون انك تكتبون كومنتاتكم تحت، لاني اقراهم وامر عليهم واشوفهم ومنتبه لهم. فشكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.